بالفعل اليوم العالمي ديال فاتح ماي ديال 2016 كيف كتعرفوا جميع انه كيمر بواحد المرحله استثنائيه بالنسبه للمغرب في هذه السنه هذه بالتراجع ديال الحكومه حتى على المكتسبات اللي كانت، وللاسف الشديد انها كتحاول بكل السبل تمرر الملف ديال التقاعد. ان في التاريخ ديال المغرب اول حكومه في التاريخ ديال المغرب تقريبا ما كيكونش فيها الزياده الاجور بالنسبه للموظفين، جميع الحكومات اللي مروا حتى ملي كتكون الزياده كتكون اما كتحقق مطالب اخرى واللي كتتعلق بالجانب المادي بالنسبه للموظفين والطبقه العامله عامه، ولكن في هذه السنه هذه كيكون الاستثناء على جميع المستويات بالغياب ديال الزيادات في الاجور، تراجع على الحريات النقابيه ومجموعه من الامور اللي ما تمش يعني الفك ديالها او لا في الحوار الاجتماعي الحالي. سي حسن، ما كتشوفوش بان المطالب النقابات السقف ديالها مرتفع وبانها تثقل يعني الانفلوب ديال الموظفين؟ لا بالعكس بالعكس بالعكس، ما كاينش السقف ديال النقابات اللي هو يعني مرتفع او لا ثقيل بالنسبه للحكومه، ولكن كاين مطالب اللي هي جد جد معقوله، بالعكس كاين مطالب لا علاقه لها بالجانب المالي، كاينه مطالب اللي عندها علاقه غير بالجانب الاجتماعي المحض وبالجانب الاداري المحض، ما عندهاش مثلا الاخراج ديال جمعيات الاعمال الاجتماعيه للوجود لبعض القطاعات من ضمنها القطاع ديال الجماعات الترابيه، الحق ديال الاضراب، يعني الاقتطاعات من الاجور في الحق ديال الاضراب لا علاقه له بالجانب المالي، الاعمال الاجتماعيه ومجموعه من الاطالب من المطالب الاخرى، التسويه ديال بعض الملفات الاداريه، ودونك هنايا الحكومه عازمه على انها يعني تسد كل الجوانب. وكيف كتلاحظوا ان الحكومه ما فتحت الحوار مع النقابات حتى جهد فاتح ماي على الولايه ديالها، منذ خمس سنوات الحوار كان كيتارجح ما بين المد والجزر، ولكن ما كانت حتى شي تحقيق ديال شي مطالب فيه. استغلال سياسوي من طبيعه الحال.